ولساتك انت بتؤم الناس ابو رحمن، ونصحناك انك انت انجو بنفسك. بالنسبه للامام يعني اذا عرض عليه ان يؤم واعتذر في اذا ما في من يؤم في عليه اسم. طب كيف الزياره؟ كلهم اللي حواكين بالنسبه للوالد انه لا هذه اسمع خلينا نخلص من هي. يعني مثلا هذا ولا مؤاخذه كيف نعرف ما هو سؤال شرعي؟ هذا سؤال موضعي. اذا نفسي انا قادر او لا؟ لا انت بتعرف نفسك. انا بعرف لكن بدك تقدر. بتظن انه فيهم هذول العلماء فيهم قراء، فاذا غلب على ظنك انه فيهم لا تتقدم. لو ما كنت اذا غلب على ظنك انه ما فيهم تقدم، فالمسألة ما فيها إشكال. يعني كثير من الأمور ما تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى غلب الظن وبس.